مشاهدينا، ومن القلب إلى القلب، وفقرة أحب وطني. جسد حب لوطنه من خلال مبادرة وطنية نقية وصافية، مبادرة شعبية بامتياز. نستضيف معنا اليوم ضمن فقرة أحب وطني الدكتور عبد الله الشيباني، رئيس منظمة وثيقة الولاء للشيخ خليفة بن زايد، الله يحفظه ويطول عمره. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير دكتور. هلا، الله يحفظك يا رب. يعني العنوان جدا رائع والمضمون أروع طبعا. أكيد والله الإلقاء كان يعني صراحة مبهر. الله يخليك. زين دكتور، يعني أنت جسدت معاني حب الوطن بكل معاني في هذه المبادرة، لو تخبرنا شوي عن هذه المبادرة. المبادرة طبعا إذا نيجي نشوف فكرتها أو بداية فكرتها، نحن نسمع دائما من سنين أن الوسطية، الديمقراطية، الحرية، المعاني والكلمات اللي تتغنى فيها كثير من الدول وكثير من الناس، ولكن في حد طبق هذه المعاني على أرض الواقع؟ هني كان السؤال. هني كان السؤال يطرح نفسه يعني. نعم. والجواب كان موجود على وجه الكرة الأرضية اللي هي دولة الإمارات. صحيح. الحمد لله. الحمد لله. بفضل الله ورحمته وسياسة حكامنا فعلاً جسدوا هذه الديمقراطية وجسدوا هذا الفكر وهذه الحرية وهذه الوسطية. هي الوسطية، تعالوا نتكلم كذلك من ناحية الوسطية لما يتكلمون عن الدين الإسلامي. الدين الإسلامي أصلا فيه الوسطية، وسط طبعا، ولكن في دولة طبقت الوسطية للدين الإسلامي والدين الهندوسي والدين المسيحي والدين كافة الديانات. هذه هي دولة الإمارات. نعم. الحمد لله. طبقت الوسطية في الدين، طبقت الوسطية في الاعتدال والإسلام وكل شيء، الحمد لله. التعامل والمجتمع والعلاقات. كيف لن تتطبق وأنت تتكلم بهذا الشغف؟ يعني ما شاء الله عليك، فطبيعي يعني أنت تتطبق. والله أختي مو بأنا اللي أتكلم، الحمد لله. يعني يمكن كذلك هاي وثيقة الولاء اللي تم إطلاقها من شباب أوفياء من دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. يمكن فعلا جعلوا مساحة عشان الناس تيجي وتعبر في هذه المساحة. صحيح. تعبر حبها، تعبر احترامها لهالدولة. نعم. تعبر ولاءها، تقديرها لهالقيادة الوفية اللي فعلا خدمت الإنسان من يوم ما تأسست على يد المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد والشيخ راشد رحمة الله عليهم، والحكام اللي أسسوها. فعلا أسسوا يعني غرسوا بذرة اليوم نحن صالحة. اليوم نحن كذلك يعني كأبناء هالبلد، سواء من الجاليات الثانية من دول ثانية ومن جنسيات أخرى، كذلك ينعمون بهذا الخير اللي الله سبحانه وتعالى نعم علينا بهالحكام وهالقيادة وهالسياسة. دكتور يعني الجوار حصد عبد الله. الدكتور طبعا يعني الحمد لله هذا حصاد كبير جدا يعني، الحمد وحصاد لله. إلى يعني إلى عصور إن شاء الله يكون موجود. إن شاء الله. آمين. ما حد يقدر ينكر. صحيح. الجوارح بنفسها ما تقدر تنكر. أنت إذا أنكرت شيء عينك ترى فتتحدث. حقيقة. وأيضا يعني تسمع من الناس الإطراء وتسمع من الناس الحديث الحسن. فايضا فهذه يعني الجارحه لا تستطيع ان تنكر، الكثير ما تقدر تنكر. لسانك بروحه يتكلم عن الامارات بدون توقف. سبحان الله. شوف يعني يوم نعيش مع الناس الاخرين سواء في دول اخرى حتى لما نسافر ولا غير اللي نسمع وغير اللي نقول او غير اللي نشوف، في احاسيس انت تحس لما تقولهم انا اماراتي او جاي من الامارات، تحس الهيئه تتغير امامك. نعم. يصير التقدير. صحيح. للانسان اللي قادم من الامارات سواء حتى لو مو باماراتي هو يعني. صحيح. حتى لو من جنسيه اخرى، يعني كثير من الجنسيات الاخرى اللي مقيمين عندنا في دوله الامارات معانا يقولوا لي بعض يعني بعض المواقف، يقول انا من دوله فلانية. نعم. ولما أسافر إلى دولتي الفلانية ويعرفون أني أنا جاي من الإمارات، يقولون الله الإمارات، يعني كأني أنا إماراتي. كان عزيز يعني عن غيره. طبعا احنا تكلمنا بشكل عام دكتور عن عامة الناس وآرائهم، حابة أخصخص أكثر عنك. يعني حضرتك وضعت بس بصمة، خلني أقول خاصة في حب الوطن. شو اللي ميز هالبصمة ومنو اللي ساندك في هذا المشروع؟ والله مو أنا بروحي يعني. اليوم أي شخص في الإمارات وعلى هالأرض الطيبة هذه عايش أو زائر أو مقيم أو يعمل أو مهاجر أو جاي زيارة أو سياحة أو شغف، تسألينه تمسكينه تسألينه أو بدون ما تسألينه والله بتلقينا يمدح في هالبلد. صحيح. يقول أحب هالبلد ويحترم هالبلد.
فما بالك ابناء الدوله والناس المقيمين معانا هني، اللي انولدوا معانا هني، واللي عاشوا معانا هني، واللي يعملون معانا، واللي كانوا جنبا الى جنب معانا كذلك كتف واحد لبناء هذا الصرح. الحمد لله. يعني هاي التنميه هذه كذلك مو بس للمواطنين، كذلك حتى المواطنين الوافدين اللي معانا نحن يعني. الحمد لله. صحيح. وهي ديمقراطيه حقيقه يعني. تعال نتكلم ديمقراطيه، وين ديمقراطيه مطبقه غير دوله الامارات العربيه المتحده؟ صراحه الولاء في ابناء البلد مزروع ومدفون وحي وموجود وما راح يمحي. بس الحلو في الموضوع واللي يخلي الواحد يعني يستمتع اكثر لما يشوف حتى من الجاليات الولاء، الولاء من كل من هو موجود ده. بالضبط، هذه حقيقه تخلي الانسان يعتز. صحيح. الاماراتي والشاب الاماراتي والشاب الاماراتي كذلك تعتز وترفع راسها يعني فخرا طبعا، وكذلك يعني تنحني اجلالا. صحيح. للقياده الرشيده. الله يحفظك. فحب الوطن وحب القياده وحب الله هم نحن بالنسبه لنا اجتمعوا سوا طبعا. نعم. اكتملت الصوره الحمد لله. على طار الصوره نشوف صور. في صور. نعم. تخبرنا دكتور. والله يعني اذا نيجي نتكلم عن الفعاليات، الوثيقه جتها دعوات من تقريبا 400 جهه. وفعلا في 3 سنوات اللي طافت لبت كل الدعاوي الوثيقة وكانت متواجدة في هذه الدعاوي هذه من الناس اللي جات الدعوة هذه للتسجيل في وثيقة الولاء والانتماء. هي نحن دائما الولاء والانتماء طبعا موجود، ولكن لما يجي حد يقول لك وثيقة فدائما تروح الفكرة في الوثيقة اللي هي أسسها الله يسلمك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وثيقة المدينة إذا تذكرونها يعني، فهمت علي كيف؟ فهذه أحد الوثائق اللي هي تعتبر عهد، فهمت علي؟ بدل ما تكون هي مثل كتابة أو شيء من هالقبيل، نحن عملناها إلكترونية. لأن كذلك قيادتنا خلتنا نحن من الدول المتقدمة تكنولوجيا. صحيح. من الدول الحديثة يعني على كل الأصعدة يعني. صحيح ما شاء الله. فلذلك جت فكرة الوثيقة الإلكترونية. فأكثر من 400 جهة تم تلبية دعوتها وتواجدت الوثيقة في هذه الاحتفالات والفعاليات وتسجيل الولاء سواء داخل الدولة كذلك وخارج الدولة. نعم. فجالت الوثيقة داخل الدولة على كل أرض الإمارات وما زالت المسيرة مستمرة والدعوات للوثيقة مستمرة، واكبر دليل اليوم متواجدين كذلك دعوة منكم انتم يعني. الله يحفظك يا رب. من أبناء هذا اقل ما نقدر نحن نقدمه يعني للجمهور تعريف بهذه المبادرات الرائعة. الله يسلمك. اذا عملية الترويج عبر خلينا نقول التواصل الاجتماعي او الكترونيا الى اي مدى لعبت دور استاذ في توسيع شريحة يعني الناس اللي انتم حابينكم توصلونهم عبر الالكترون؟ شوفي اختي، الوثيقة نحن فعلا نتمنى الكل يعلم عنها ونتمنى ان الكل يسجل فيها. نعم. ونتمنى الكل يدعوها. نعم. ليش؟ اللي هي مش دعوة وتسجيل ولا وتنتهي، لا هي مسيرة مستمرة. وحتى نحن على اساس نخلي الوثيقة مسيرتها مستمرة لها كذلك روافد، تم اطلاق روافد مثل يعني قلنا نقدم شيء للدولة. صحيح. فأطلقنا مبادرة اسمها القطرة للاستدامة. هي عبارة عن كنت بسألك عنها. هنا هي عبارة عن تجميع قطرات المياه اللي هي راشحة من المكيفات. نعم. وحقنها في الأرض. الأرض يعني رائع. نحن نبغي نرفع منسوب المياه الجوفية. صحيح. عملنا مع جامعة الإمارات مع الدكتور خالد البلوشي. نعم. رئيس قسم أعتقد القسم الجيولوجي في جامعة الإمارات، وعملوا تحليل يعني أخذوا عينات من المياه هذه وعملوا تحليلات. قال لي الدكتور إن هل تعلم يا عبد الله يا أخي أن هذه المياه ملوحتها أقل من ملوحة المياه اللي موجودة في الأمر؟ نعم صحيح. لا اللي في السوبر ماركتات في نفس اللي هي جاهزة، هي طبعا اللي هي تنباع، اللي هي صالحة للشرب. صالحة للشرب. بس نعم. هي نحن ما نقول صالحة للشرب أو مو بصالحة للشرب، هاي تحددها الدولة. تتعرض لبعض الأشياء. نعم. طبعا ممكن لا تجعلها هي أنت بس يمكن معالجتها بسيطة. لكن أفضل من المياه اللي تباع. نعم. في الأسواق اللي هي صالحة للشرب. بالضبط. نعم. بالضبط.
هي الفكرة وين؟ يعني في بعض المكيفات طبعا على حسب قدمها وجددها فنسبة الرصاص البسيطة، حتى الرصاص موجود يعني في هذا، بس الفكرة وين؟ ان اليوم لما نجي نرفع منسوب المياه الجوفية هذه بحد ذاتها يعني نعمة محتاج تنمى الأرض. صحيح. طبعا فهمت علي كيف؟ والمياه هي صالحة للزراعة، صالحة لكثير مش حتى التحلية يعني تكلفتها اقل من تحليه مياه. دكتور على شرط هالكلام كنا زمان ناخذ هاي الماي نحطها في حق اللاديتر الغرش حق الراديتر وحق ماي البطاريه. تعال بخبرك انا على بالي انا اكبر من طلعت من جيل. يا رب الله يسلمك يا دكتور. دكتور الحقيقه نحن نشكرك على تواجدك معنا اليوم، ونحن فرحين بان دائما في مبادرات من ابناء دوله الامارات العربيه المتحده، وهاي المبادرات طبعا تلقى دائما الدعم وترتفع وترتقي بها الامارات وترتقي بها ابنائها. الله يسلمك ان شاء الله. شكرا لك. بس أخيرة تفضل. اليوم الشباب دولة الإمارات عندهم فرصة كبيرة للعطاء. نعم. وفرصة ما تعوض. صح. أتمنى أني أن أكون فيها إن شاء الله. عارف شو هي؟ الخدمة الوطنية. نعم. الخدمة الوطنية يجب أن يركض لها كل شاب، لأن الخدمة الوطنية هي الولاء. نعم. هما عنوانين مرتبطان في بعض لا ينفكون. وعلى فكرة هذه الخدمة الوطنية هي اللي راح ترفعكم وترفع البلد. الحمد لله. طبعا فنحن نعتز بالشباب كذلك اللي خطوا الخطوة الأولى والخطوة الثانية والثالثة والرابعة، وإن شاء الله الله وياهم يا رب. الله معك. شكرا لك. شكرا. شكرا دكتور عبد الله الشيباني، مشاهدينا رئيس منظمة وثيقة الولاء للشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه ويطول بعمره. من القلب إلى القلب، ومع انتهاء فقرة أحب وطني حبيت بس أذكر المصطلح مرة أخرى على قد ما هو حلو. نلقاكم بعد الفاصل مع العين الساهرة.